وايد دخلوا بالعراق شؤون العراق، فصارت هاي اللعبة مثل اللعبة مصيرية يعني كأنما حرب مو لعبة. لذلك العراقيين من يغلبونهم كأنما انتصروا عليهم. ظروف الحرب السابقة وظروف بعد 2003 والمعاناة الشعبيين ينظرون بهذا المنظر. فرحة إيران مو مثل ما قلت لك يا العالم، إيران ما دخلت لسالفة العراق. أكو حجازية مثلاً سببها أمور مضت يعني قبل، مثل الحرب كنا قبل ويا إيران، ويجوز تدخلاتهم بالعراق همينة بهالفترة هاي زادت أكثر، فزيدت هاي الحجازية. يعني زيدة ما أقول فد نوبل الكرة وإنما البغض لهم. يعني في الحقيقة أنه دائما هذا الصراع ربما يمتد إلى جذور تاريخية قديمة، قد تكون صراعات مثلاً تاريخية عسكرية سياسية، لذلك أنه هذا الموضوع أيضا يكون متواجد في كرة القدم حتى وإن كانت رياضة، لكن الطابع قد يكون قديم جديد. بس بالنسبة للسياسة اعتيادي، السياسة هواي دخلت بكرة القدم، يعني لو تباوع عشان العراقي السياسة عميقة كلش بالكرة العراقية، مؤثرة كلش تأثير. تعرف أن العراق مر بظروف بسرعة عامة، يعني بحرب إيران وبعد السقوط تشوف اكو ناس، يعني اذا منتخب الايراني فاز على العراقي صارت ضجه، قاموا طووا بيها مثلا احزاب، طووا بيها يقوم ناس المواطن قاموا يطووا بيها بالجانب السياسي. مو تشوف العراق فاز المنتخب العراقي بسرعه عامه يفرح يقول انا فاز، لان يعني بسرعه عامه يعني عفك من الوضع السياسي، اكو مشاكل، اكو في الحزازيه بيناتهم. الصراع الكروي الرياضي مع الجاره ايران يكون أشبه بالمعركة، الطرفان يحاولان إثبات نفسيهما من خلال الرياضة وكرة القدم بالتحديد، وإن كانت الموضوع لا يتعدى الرياضة لكن أيضا لا يخلو من الصراع، لذلك هي أشبه دائما بالمعركة ومعركة شديدة لمحاولة الطرفان الظهور بظهور الأقوى أو المنتصر.